السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا باش مهندس. الآن سمعت خبر فتحت الواتساب كنا طاحت مشغولين احنا مع المهندسين. اجي افتح الواتس اصل مجي اكثر من 20 رسالة بالخاص وبالمجموعة. على الدركتر. توقف. تقريبا ربع ساعة او 20 دقيقة بالكثير. تمام. يعني احنا جالسين هناك نشتغل بهذه المنطقة. تحت الدركتر. ايوه تتساقط مواد حجارة كبيرة. ايوه. احنا هنا جالسين بالمنطقة هذه. نعرف انا كنت معاهم. يعني عملية رفع مساحي للكروس سكشن للمنطقة. ايوه. مع المهندسين. تمام. وقلنا ننتظر يعني تقريبا ربع ساعة نص ساعة بالكثير. مو ما تطلعش نص ساعة. ولا تتجاوز نص ساعة، والوقت كان يعني قريب الظهر الساعة 12. ايوه نزلنا بعدين نتغدى على طول. بعدين نزلنا نتغدى على طول، احنا كنا بنشتغل بالمنطقة هذه نرفع البير والضلع. ايوه نعم مشينا بين المنطقة هذه. ايوه حجار.